بيكم في فيديو جديد النهارده عن برج من الابراج المهمه جدا 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 في القناه بتاعتي. وانا البرج ده بعزه كتير قوي وعندي اصحاب منه كتير كتير كتير. النهارده هو برج ناري، وانا دايما بقول عليه برج هوائي عشان انا مقتنعه ان هو برج هوائي. ده انا كراشة يعني، دي معتقداتي انا الشخصية. هنتكلم النهاردة عن برج القوس، وانا ليه بحب برج القوس، او ايه اكتر الحاجات اللي بحبها في برج القوس. فلو انتوا بقى مرتبطين بحد من برج القوس لازم تتفرجوا على الفيديو، بلس كمان لو انتوا غير برج القوس تتفرجوا على الفيديو تعملوا شير لاي حد من برج القوس او مرتبط بحد من برج القوس عشان يعرف المميزات الخاصة. انا اصلا عارفين برج العذراء من النوع اللي صعب، فلما انا اقول ان الصفات بتعجبني ثانية واحدة يا جماعة عشان اظبط الكلام، من برج القوس يبقى برج، يبقى الصفات دي حقيقيه 100 بنسبه مليون في المية. طيب اكتر حاجات بتعجبني في برج القوس جدا رجاله وستات ان هم لا حياه مع الملل مع برج القوس. يعني ايه؟ يعني طول ما انت عايش مع قوس او مصاحب قوس او في حياتك برج القوس تحس ان في قوس او مصاحب قوس او في حياتك برج القوس تحس ان في اكشن كده، في فن، في مرح، في انبساط، في انشكاح. هم ناس تحب تقعد معاهم ما تزهقش منهم اطلاقا. بصوا اتحداكوا كمان مره، اتحداكوا ان انتوا تزهقوا من القعده مع قوس. لا مش ممكن، ماسوره مرح وانفجرت في وشكوا. هو شخص كده بيبي فيس، هم اشخاص بيفكروني رجاله وستات مهما كبر سنه تحس انه هيفضل فوريفر اند ايفر بيبي فيس، بيبي اكشنز، بيبي رياكشنز. هم كده برج القوس. تاني حاجه كمان بحبها قوي في برج القوس يا جماعه الصراحه، بس هي بتبقى احيانا بتقلب معاهم عيب. ازاي يعني؟ هما صريحين قوي قوي قوي، يعني مش منافقين تماما. عمرك في حياتك ما تقابل قوس منافق او بوشين، استحاله استحاله في حياتك كلها تقابل حد قوس عنده تو بيرسوناليتيز. لا هو في وشك زي من وراك، هيتكلم عليك ويعاتبك ويبقى كل حاجه في وشك زي ما هيعمل من وراك بالظبط، مش هيبقى عنده تو بيرسوناليتيز اطلاقا اطلاقا. طيب ايه كمان بحبه قوي في برج القوس يا جماعه؟ ان هو جدع قوي قوي قوي. يعني ستات ورجاله القوس جدعان جدا يعني، ورجاله القوس وقت الشده شداد يعني. ستات القوس برضو جدعين جدا يعني، مش من الناس الانديل، لما تحتاجهم هتلاقيهم واقفين جنبك. ايه كمان عن برج القوس يعني بحبه في برج القوس برضو؟ ان هم بيحبوا شغلهم قوي يعني بجد، مع ان هم شوفوا بقى بيهابوا فن ومن الابراج اللي هي عادي عندهم فرفشه وضحك، بس شاطرين قوي في شغلهم ولازم يشتغلوا شغلانه هم بيحبوها. عمرك ما تلاقي حد قوس بيشتغل شغلانه هو مش عايزها او مش حاببها او مش مبسوط فيها. لا هو مش هيختار الشغلانه الا اللي يكون مبسوط فيها واللي يكون حاسس ان هو منشكح فيها كده، بيعمل with energy كده، مليان energy وطاقه وهو بيشتغلها. طب ايه كمان عن برج القوس مهمه قوي قوي معروف عنه برج القوس وصفات بحبها فيه قوي قوي؟ ان هم متواضعين. عمرك ما تلاقي حد برج القوس الا ما تلاقيه شخص متواضع، شخص بسيط، بسيط قوي قوي، بسيط في اكله، بسيط في لبسه، بسيط في رياكشنز بتاعته. كل حاجه عنده بسيطه، احلامه بسيطه. يعني هو شخص سامبل بطريقه مش طبيعيه فعلا في كل حاجه، في كل حاجه ومتواضع. يعني انا ما بحب، انا عمري ما حسيت ان في قوس غرور مغرور الا اذا حب يتنك عليك. يعني انت يعني اذيته وجرحته وبقى اتس تايم بقى ان انا اشو اوف، ان انا اوريك بقى انا مين. ساعتها القوس هيقلب ويبقى 360 درجه شخص تاني، شايف نفسه، شايف حاله. اما في الطبيعي برج القوس الاكثر تواضعا في الابراج كلها. طيب برج القوس ذكي اجتماعيا، شخص ذكي اجتماعيا جدا، عنده ذكاء اجتماعي فظيع. هو برج يعني في اجتماعيا اكتر حتى من اي حاجه، عنده ذكاء اجتماعي، عنده سرعه بديهه، بيلقطها وهي طايره كده. طيب ايه كمان عن برج القوس بحبه جدا؟ ناس اجتماعيين جدا، خلقوا من اجل ان هم ينتشروا يعملوا صحاب. يعني تلاقيه عنده صاحبه هنا وصاحبته هنا، عنده صحاب كتير جدا في كل حته. فبرج القوس من النوع اللي عنده صحاب كتير قوي وتحس ان هم من اماكن مختلفه ما لهمش علاقه ببعض. يعني تلاقيه مصاحب ده ما ينفعش، يعني الشخصيتين دول ما ينفعوش يصاحبوا بعض. لا القوس تلاقيه مصاحب ده وصاحب ده لوحده، بيعرف يعمل كده، بيعرف يجمع اصحاب من كالتشرز مختلفه، من خلفيات مختلفه، شاطر قوي 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 في الموضوع ده. القوس برضو من نوع المحبوب، يعني شخص محبوب كده تلاقي الناس كلها بتحبه. يعني من الصعب تلاقي للقوس اعداء، يعني في ابراج كده تحس ان هم عندهم عدوات كتيره. لا القوس من النوع، من كتر ما هو مرح وبيهزر وبيحب الضحك والفرفشه تحس ان هو منتشر منتشر، بينتشر انتشار مش طبيعي. الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتحب تتكلم معاه، الناس كلها يعني فن، هيز فن كده يعني. يعني ايه كمان بحبه جدا في برج القوس؟ سبيشال رجاله برج القوس برضه تحس ان هم جدعان قوي. يعني لو لقوا واحده ست كده مزنوقه عندها مشكله، عندها
ازمه مش ما يستوطوش معاها بقى ويهربوا، لا مش ما نعرفهاش، لا حتى لو واحده في الشارع يا رجل القوس، لو لقى واحده في الشارع في موقف هينزل يدافع عنها وهينزل ياخد لها حقها وهينزل يستميت من اجلها، وهو ما يعرفوش ما فيش اي مصلحه عنده. برج القوس ايه كمان بحبه في برج القوس؟ صاحب صحابه جدا، يعني جدع جدا مع صحابه كمان، هو جد صاحب صحابه قوي قوي. برج القوس انا بص بقى انا اقول لكم على يعني حاجه برضو، القوس فيه صفات حلوه جدا بس برضو فيه عيوب، عشان بس محدش يقول يا ده انا القوس بقى ما فيش حد زيي، لا فيه عيوب في برج القوس برضو. والحاجه الثالثه ان هو بيحبش الناس الكئيبه على فكره، يحب يهزر ويحب الناس اللي قدامه تبقى دمها خفيف، يحب القعده حلوه كده، يحب دايما ان هو يعمل قعده مرحه يجمع الناس في الضحك وفي الهزار وفي الفرفشه، ما يحبش ان هو الناس النكديه، بيكره الناس النكديه جدا جدا جدا. القوس بيعشق الحريه، بيحب السفر، تحس ان هو بيكتشف، يعني انت لو عايز تكتشف اماكن جديده اكل جديد اي حاجه جديده روح اسال صاحبك القوس تلاقيه عارف كل حاجه بتحصل في الدنيا، وعارف عارف اماكن خروج كتيره وعارف اماكن فسح كتير، فظيع منتشر بقول لكم في كل حته، وعارف في كل حاجه، تحس ان ليه في كل خراب عفريت، عارفين الشخصيات دي. القوس برضو على فكره برج القوس بيعجب جدا ببرج بالابراج، يعني دايما تحس القوس بيعجب بالابراج المائيه وبيعجب بالابراج الترابيه، يعني قوس يعجب جدا بالعقرب، قوس يعجب جدا جدا بالعذراء، يعني دايما تلاقي قوس، مع ان بقى العكس ما بيحصلش، يعني تلاقي الابراج المائيه والابراج الترابيه ما تعجبش بقوس، فدي نقطه برضو حبيت اقولها، ده سر خطير يعني، فدايما تلاقي قوس بتشد للناس دي عشان بيحسوه بالعقل كده وبالرزانه، هم ما عندوش حته الرزانه دي، بس هم بيتضايقوا منه عشان هو مروش يعني كده بيتحرك كتير كده، يعني مش عارفه اقول لكم ازاي. ايه تاني بحبه في برج القوس؟ شايفين انا ظبطت قوس اهو، اي حد قوس النهارده هحط الفيديو بتاعي كده، يعني ايه يعني شكح اخر انشكاح، هعمل لكم فيديو تاني للعيوب بقى عشان اعمل بالانس كده عيوب قصاد مميزات. برج القوس ايه تاني؟ they are very attractive، يعني ناس بتوع برج القوس دايما هتلاقوهم attractive، يعني شكلهم حلو، بيعرفوا يلبسوا حلو جدا جدا جدا، بيهتموا بشكلهم مظهرهم البرستيج بتاعهم، هم الناس دي بتعرف تلبس كويس قوي، بيعرفوا يهتموا بشكلهم كويس جدا. برج القوس برج اتراكتيف على فكره، يعني من ابراج ليها ايجو كده، ليها حضور، يعني تحس ان هو لا شخص ليه حضور ليه كيان موجود، يعني برج القوس بعرفش يعيش من غير حب وعلاقات، بيحب العلاقات جدا، يعني تلاقيه متعدد العلاقات بقى، يحب من هنا وبيحب واحده من هنا وبيحب واحده من امريكا وبيحب يحب كده الانطلاق يعني. وبعدين ذكي، لا هو ذكي. وحاجه تانية بقى، لو حب حد بيحب بقى ايه يعمل انفستيجيشن عليه بنت لذينه، يعني لو حب حد او اعجب بحد بقى يجيب تاريخ حياته بقى، يعني مثلا لو هو اعجب واحده او حب واحده يدخل على الفيسبوك بتاعها يعرف قصة حياتها من اول ما اتولدت، من اول ما دخلت على الفيسبوك لحد ما خرجت، او على الانستجرام بيعرف ينفستيجيت كده، يعرف يحقق زي المحقق كنا. اظن كده ان انا ظبطت القوس كلهم يا جماعة، عشان انا اكتر، على فكرة عايز اقول لكم سرين خطرين في الفيديو ده، اكتر ناس عندي في الشانل قوس على فكرة، يعني انا القوس بيحتل المركز الاول، هو عقرب، عقرب وقوس دول، انا عذراء، انا في الاول كان ناس كلها عذراء، دلوقتي بقى عندي قوس وعقرب اكتر بكتير من عذراء وسرطان. ما عنديش مثلا حوت، ناس كتير حوت، ما عنديش دلو، ما عنديش دلو كتير خالص، ما عنديش اسد تقريبا، اسد اولموست ما فيش اسد في مصر اصلا. المهم ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، هو كده بالاكراه كل الناس اللي عندي تعمل لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يجي لكم الفيديوز كتيره، بليز تعملوا شير لاصحابكم عشان هم كمان يشتركوا في القناه، وجابولي على سؤال الحلقه قولوا لي ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك كقوس من الحاجات اللي انا قلتها كلها، وايه اكتر حاجه لو او انت مرتبط بحد برج القوس قولي ايه الحاجه المشتركه اللي انتوا بتشوفوها موجوده فيها، اكتر حاجه بتحبها فيه، وايه اكتر حاجه بتضايقك من القوس، حد اعرف ايه اكتر حاجه بتضايقك من القوس. بشكركم وبحبكم جدا جدا، وثانك يو لدعمكم، ثانك يو، ويا ريت تدخلوا على الانستجرام بتاعي تعملوا له تعملوا لي فولو، ولو اي حد محتاج برايفت سيشن في ريليشن شيب يدخل يديني يعرفني على الانستجرام. ثانك يو، ادخلوا شوفوا البلاي ليست بتاع برج القوس فيها فيديوز كثيره جدا، وقولوا لي دايما بنزل بوست على الكوميونتي ادخلوا اتفرجوا عليه شوفوني، وقولوا لي دايما عايزين نتكلم ايه عن برج القوس. تصبحوا على خير وثانك يو، بشكركم جدا، ما تنسوش تعملوا عن تعملوا فولو للانستجرام، تعملوا لايك للفيديو، تعملوا شير للفيديو الناس تعرفوها من برج القوس او مرتبطين برج القوس. شكرا، بحبكم، واشوفكم في فيديو تاني، ومع السلامه، باي 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 باي.